اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده بجد يوم تحفه، الاوتيل فعلا يجنن والشمس تحفه. ما تيجي نروح ننزل البسين كلنا؟ انا شايفه ان هي فعلا فكره حلوه جدا. انا جبت معايا المايو بتاعي وجبت معايا السان بلوك، ممكن نحطه بقى على البلاج وننزل ناخد تاني جنن. ايه ده البابيرن؟ هروح اشوف مين يا ترى بقى، مين جاي لنا دلوقتي؟ ايه ده يا جماعه، ده في جواب. هشوف كده ده في ايه من جوه. قولنا في ايه، تعالي نفتحها بسرعه كده مع بعض ونشوف يا ترى في ايه الكتاب ده من جوه. ايه ده، يا نهاري، بيقولوا ان انا لازم امشي بسرعه. انا خلاص طلعت بره المسابقه، هتوحشوني جدا يا جماعه، انا لازم ان انا امشي. باي باي، هتوحشوني قوي، انا زعلانه جدا، انا لازم ان انا امشي بسرعه جدا. انا اسفه يا جماعه، خلي بالكم بقى من نفسكم عشان انا عندي فرح دلوقتي في البلد بتاعتي مهم جدا، فانا لازم ارجع البيت بسرعه، بعد كده هبقى اجيلكوا تاني. اوكي، ممكن اجيلكوا بكره او بعده على حسب بقى ما الحق اخلص الفرح. اوكي، توحشوني جدا جدا جدا، انا تعبت جدا الصراحه عشان اخش مسابقات احسن عرضات ازياء، ان شاء الله مش هطلع براها لو انا رحت ورجعت في نفس اليوم. هتوحشوني جدا جدا جدا، خلي بالكم من نفسكم بقى. اوكي، الموضوع ده صعب قوي عليا ان انا امشي، بس لازم صاحبتي الانتيم لازم ان انا احضر لها الايه الفرح بتاعها. اوكي، باي باي، هتوحشينا جدا جدا جدا. كده بقينا احنا التلاتة يا بنات، تعالوا بقى نروح يلا البحر ونحط بقى السان بلوك ونتدفى بقى بدل البرد اللي احنا قاعدين فيه ده، صح ولا ايه؟ صح، انا معاكي برضو، يلا بقى نخرج ونعوم بقى ونبلبط في المية. الله، ده هيكون يوم تحفة. واو، الشمس فعلا هنا تجنن، ونايمين بقى على الرملة كده، لا 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 فعلا فظيعة، ولين شايفة ايه، ريلاكسنج قوي. فعلا ريلاكسنج قوي، بس انا حاسة الشمس جامدة بزيادة عن اللزوم، صح؟ ايه ده، انا حطيت الصن بلوك بس برضو حاسة ان انا بتحرق. ايه ده، في عنكبوت قرصني. ده عنكبوت جامد قوي، يا نهار، احنا اتقرصنا كتير جدا جدا جدا. يلا بسرعه نرجع على الاوتيل بسرعه، بقول لكم احنا اتقرصنا جامد قوي والشمس حرقت لنا جسمنا. يلا بسرعه نرجع، ما كنتش متخيله ان احنا هنتقرص الارز ده كله من العنكبوت. يلا بسرعه نرجع البيت، كلنا شكلنا عاملين دم واتحرقنا خالص من الشمس ومن العنكبوت اللي قرصنا ده، بجد بجد كان يوم صعب قوي، مش قادرة اصدق ان احنا اتقرصنا القرص ده كله. رجعت الأوضة كده اهو، خش بقى الأوضة كده ونحط بقى ايه ونستحمى بسرعة ونحط مطهر وانتبيوتك. ايه ده، ايه اللي حصل لكم؟ احنا اتحرقنا من الشمس واتقرصنا من عنكبوتات على الشاطئ، ما كناش متخيلين ان هناك في عنكبوتات كتيرة قوي كده. ايه ده، سلمتكم الف سلامه، طب خشوا استحموا وانا هطلب لكم بسرعه الروم سيرفيس تجيب لكم الادويه عشان ما تعيوش كده خالص. يا نهاري، المفروض ان انتوا مودلز وهتتصوروا، ازاي جسمكم يطلع بايظ كده وحد يعمل كده يروح يتحرق في الشمس؟ مش لازم تاخدوا بالكم من نفسكم. احنا اسفين جدا، ما كناش متخيلين ان احنا هنتحرق جامد قوي كده. هنروح نستحمى دلوقتي وكل حاجه هتكون كويسه. اوكي، يلا خشوا استحموا ان شاء الله تكون كل حاجه كويسه. يلا خشوا، يلا حاضر. اطلب لنا بقى الايه الروم سيرفيس، خليه يجيب لنا مراهم بقى انت بيتك عشان احنا تعبانين قوي. طيب انتوا اتغديتوا؟ لا احنا ما اتغديناش. عايزين تاكلوا ايه؟ هات لنا اي حاجه عشان احنا جعانين جدا. انا نفسي اكل بيتزا، وانا نفسي اكل هوت دوغ، وانا نفسي اكل لحمه. يا بنات انتوا مودلز، المفروض تاخدوا بالكم من جسمكم، يعني ما ينفعش ان انتوا تكونوا تخان كده عايزين تاكلوا بيتزا وهوت دوج وايه، مش المفروض تعملوا دايت؟ خدوا بالكم، انا هعمل لكم واجيب لكم جريلد اكل مشوي كله عشان ما تتخنوش، وهجي لكم تاني. اوكي، قبل ما تكونوا استحميتوا واجيب لكم معايا المراهم. اوكي، ما تاخريش علينا، بس احنا متضايقين جدا. اتمنى اصحابي يكون الفيديو في بسيط عجبكم، طبعا انا كنت لعب الاطفال عشان تعرفوا ايه اللي هيحصل بعد كده. توحشيني يا اصحابي، باي باي.